مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. في مقطع سابق وضعنا أنثى مع 20 ذكر، وفي هذا المقطع بحسب طلبات الكثير من المتابعين سوف نختار ذكر ونضعه مع 20 أنثى، ونلاحظ كيف سوف يكون الانتقام. سوف نختار ذكر، ولكن قررت هذه المرة أن أختار 3 ذكور، وسوف هذا هو الذكر الأول الذي اخترناه. سوف نقوم بإخراج الذكور ونضعهم في القفص الذي يوجد به الإناث. هذا هو الذكر الثاني الذي اخترناه. وهذا الذكر الثالث. طبعا سوف ندخل الذكور كل ذكر لوحده مع الإناث. هذه المجموعة الإناث الموجودة داخل القفص. سوف ندخل الآن الذكر على هذه المجموعة من الإناث، وسوف نلاحظ ونتابع ماذا سوف يحدث. هذا هو الذكر الذي سوف ندخله الآن، ذكر بالغ جاهز للتزاوج. إلى الآن الأمور ما زالت هادئة. نلاحظ أن كل أنثى تركز على الذكر. يعني مستغربين. نلاحظ بدأت الإناث بالتحرش وبالتحرش بالذكر. طبعا هذا المقطع فقط للمتابعة وملاحظة ماذا سوف يحدث مع الطيور. الآن نلاحظ الهجوم على الذكر. نلاحظ أن كل الإناث تحاول الهجوم والتقرب إلى الذكر. الذكر مسكين وحيد مع مجموعة من الإناث. نلاحظ أن الذكر محتار.
نلاحظ الهجوم العنيف على الذكر. يا الله، هجوم مستمر. ما زال الهجوم مستمر بعنف. الآن سوف ندخل للذكر الثاني ونلاحظ ماذا سوف يحدث. نلاحظ أن الإناث لم تلاحظ وجود الذكر الجديد. وما زال الهجوم مستمر على الذكر الأول. نلاحظ الذكر الجديد ولا حد معبره. نلاحظ أن بعض الإناث تعطي الذكر وضعيات التلقيح، تريد التزاوج. Thank you.
كل الهجوم على الذكر الأول، أما الذكر الثاني ولا أحد من الإناث يعبره. سبحان الله، شيء غريب. معركة. ضروري جدا أن نقوم بعزل الذكر عن الإناث، سوف تحصل معارك. أتوقع أن الذكر سوف يقتل في النهاية، أو معركة شديدة. الله، نلاحظ الذكر الثاني جالس، لا يوجد أي هجوم عليه، كل الهجوم على هذا الذكر فقط. صراحة لم أكن أتوقع أنها سوف تحصل هذه المعارك بسبب هذا الذكر. الآن سوف ندخل الذكر الثالث ونتابع أيضا ماذا سوف يحدث. أتوقع أنه بيكسر الدنيا هذا الذكر. ثلاثة ذكور مع الإناث، ولكن ألاحظ أن أغلب الإناث تركز على ذكر واحد. سبحان الله، شيء غريب. يجد الذكر في الركن، وهذا الذكر الثاني، وهذا الذكر الأول، كل الهجوم على هذا الذكر. Thank you.
يا ساتر يا ساتر، حصلت معركة يا ساتر. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. المعارك أتوقع سوف تستمر. طبعا في الأخير ضروري نعزل الذكور عن الإناث، ولا سوف تحصل معارك عنيفة. الآن عزلنا الذكر، هذا الذكر الأول عزلناه عن الإناث، وسوف نلاحظ ماذا سوف تعمل ماذا سوف تفعل الإناث مع الذكرين، الذكر الثاني والثالث. هذا هو الذكر الثاني الذي أدخلناه على الإناث. وهذا الذكر الثالث، ولكن لا يوجد هجوم عنيف على هذا الذكور. الهجوم كامل كان على الذكر الأول. أتوقع أن السبب هو الذكر الأول لفت انتباه جميع الإناث بعكس الذكر الثاني والثالث. يعني أول ذكر دخلناه على الإناث كان مشرف للانتباه. الآن ندخل الذكر مع القفص ونلاحظ ونشاهد هذا المقطع، أن الإناث تحاول التقرب من الذكر. طبعا هذه مجموعة الإناث الموجودة داخل القفص، مجموعة جاهزة للتزاوج، وسوف نقوم بنقلها أو بنقلهم مع الذكور الموجودة في القفص الكبير، الذكور الجاهزة حتى يتم التزاوج بينهم. الآن تحصل معركة، معركة لا حول الله. الآن عزلنا الذكور عن الإناث حتى لا نتسبب بمعارك عنيفة بين الإناث. هذا، وتابعونا في مقطع قادم إن شاء الله.